طلعنا اخذنا سرعه اشتغلت اخذنا سرعه بالزد دايركشن. وطبعا استعملت الانفرس. ليش استعملت الانفرس تبع جاكوبي؟ لانه ايش السؤال اللي عم بساله؟ بقول عندي سرعه بالكارتيجن وبدي اطلع منها السرعه في زي ايش؟ زي ايش كنا نستعمل؟ زي كنا نستعمل انفرس كينماتكس. كنت اول انا عندي بوزيشن بالكارتيجن وبدي اطلع منه بوزيشن بالكيو. هلا بقول عندي سرعه بالكارتيجن وبدي اطلع منها سرعه بالجوينت سبيس. هلا هون بتلاحظوا كانت السرعات عاليه بالنسبه ل 0.1 متر بير سكند. كان بدي 4 راديانز بير سكند. قديش يعني 4 راديانز بير سكند؟ اللفه الكامله كم راديان؟ 2 باي هيك 6.28. تمام. فاحنا لما بنقول بدي 4.9 كان قبل شوي طلعوا الارقام اللي كانت موجوده هون. هذا رقم يعتبر عالي. ايش السبب ليش الارقام هاي عاليه؟ لاني قريب على سنجولاريتي. اصلا هذه هي اللي كانت 5 درجات لما كنا حاطينها 5 درجات. فهون انا قريب على السنجولاريتي معناها بدي سرعات عاليه. متذكرين الفيديو اللي فرجيتكم اياه لما نمر قريب من سنجولاريتي شو بصير بسرعات الجوينتس؟ بتزيد. هاي هون السرعات تعتبر عاليه. بس الحركه دورانيه حوالين اورينتيشن معين اظن انه الزد. خلينا نشوف اذا كان الزد او الاكس اللي هو هذا. هون انا عرفت طلبت شيء جديد، طلبت سؤال جديد. شو السؤال اللي طلبته هون؟ بدي روتيشن حوالين مين؟ 0.2. شو وحدتها؟ راديانز بير سكند. عم بسال السؤال لو انا بدي الف حوالين الواي اكسس. لو بدي الف هلا سهل الف حوالين الواي اكسس. عارفين ليش؟ مين بحرك؟ ثيتا فاي. ما في مشكله. طب ما انا قريب على السنجولاريتي. ما هي السنجولاريتي ما بتاثرش على كل انواع الحركه. في هاي النقطة المهمة. أثرت على الزد، حركة بالزد، أنا كنت بدي أتحرك بالزد، الزد بهذا الاتجاه كان عندي. فأعطاني سرعات عالية، بس بحالة الروتيشن أنا جاهز عندي الثيتا إكس، ثيتا 5 جاهزة عندي. إذا حركتها من هون بقدر أجيب سرعة معقول. خلينا نشوف الرقم إيش بيطلع معنا، إيش الجوينتس المطلوبة. هاي سرعة مقبولة. وايش حركت بس؟ بس ثيتا 5. وايش انا كنت طلبت اصلا؟ هي 0.2 هي 0.2 بس الاكسس كانه معكوس مضروب في ماينس. فشو عم نجاوب؟ عمال بنقول المانيبيولابيلتي مضبوط اتدهورت قريب السنجولاريتي بس مش لكل انواع الحركة. واضحة هاي النقطة؟ هذا ما بفرجيني اياه الام، مين بفرجيني اياه؟ الاليبس. رح نرسم اليبس عند النقطة هاي، رح ارسم اليبس للاكس واي زد ورح ارسم اليبس عفوا للاكس دوت واي دوت زد دوت وراح ارسم اليبس للاوميجا اكس اوميجا واي اوميجا زد. هلا بس الفكره انكم تفهموا الفكره العامه تبعت الاليبس. كل ما الاليبس كان كروي اكثر معناها في كل الاتجاهات في عندي سهوله في تحقيق السرعه. اذا كان الاليبس كان ثن المنطقه اللي هو ثن فيها بكون صعب اتحرك بهذا الاتجاه، والمنطقه اللي هو ناصح فيها بكون سهل اتحرك بهذا الاتجاه. خلينا نرسمهم ونشوف. هلا بالحاله هاي راح اخذ اول اليبس، فراح اخذ عند النقطة كيو ان راح اعمل بلوت للاليبس بهذا الشكل. هلا خلينا اعمل روتيشن. هلا للاسف هون الاكسس انا ما طلعوا معي، بعرفش ليش مش عم بيطلعوا الاكسس من هون. بس هذا بعطيني اظن انه هاي الزد من هون وهدول التحت اللي هم الاكس والواي. بلاحظ انه بالزد عندي حركه اسهل بالزد بالسرعات تحقيق السرعات واصعب بالواي والزد. بس هو هون تقريبا بشكل عام ما فيش عندي مشكله. بس تذكروا انا عندي مشكله، في عندي مشكله بتحقيق روتيشن معين. الواي كان سهل، اظن الاكس هو الصعب. اصعب واحد هو الاكس او الزد. خلينا نشوف هلا اذا بيطلع اليبس ثاني. هذا الاليبس تبع اكس دوت واي دوت زد دوت. الاليبس الثاني اللي راح ارسمه راح يكون بحالة هذا اظن اتجاه الاكس هون. الروتيشن حوالين الاكس او اللي اجيب سرعة حوالين الاكس صعب جدا. بس اذا عملت روتيشن هذا اليبس. بس اليبس بالاتجاهين الثانيات بسرعتين ثانيات للاسف في شيء اكسس هون افرجيكم الان. بهدول الاتجاهين هذا الاتجاه فيه عريض وهذا الاتجاه عريض، بس هو في اتجاه معين فيه صعب جدا. المشكله ما طلعوش هون الاكسس حتى. طب كبر هاي ايش يكبر؟ يعني شو اسمه؟ لا لا ما بيطلعوش، ما بيطلعوا مش لانه نعم.
وين انسيرت هون؟ اوكي نعمل كمان زوم اوت. راح وين اكتب؟ اكتب اوكي انسيرت اكس ليبل تمام هذا اكس اوكي واعمل انسيرت واي ليبل شكرا يا نما واي وانسيرت زد ليبل اوكي خلينا نرجع نشوف زي ما نقدر نتاكد انه مين هو اللي مستصعبين انه نلف باتجاهه الواي الاكس بس اكس دوت يعني اوميجا اكس اوميجا اكس اوكي هلا المطلوب منكم بالامتحان بس انك ترسم وتطلع على الانستركشن تبعه